السلام عليكم خويا، تبارك الله عليك. لاباس بخير. مرحبا بيا عندك. مرحبا بك. عطينا فين كنتواجدوا الان وبنقول الاثمنه ديال هاد العبايات. كنتواجدوا حنايا في الجامع ديال عمر بن الخطاب. هنايا الاثمنه كاين ما تتراوح. نشوفوا مثلا هاد الخضره هذه. مرحبا. هاد الخضره هذه بحال الثمن. الخضره الثمن ديالها 30 هاد. شي حاجه مزيانه فيها خياطه ديال اليد وماشينه. هنا نتاج ديال الصوف هذه مليحه. انت هذه 40000 كاين ديال كاين الوانات اثمنه حسب الالوان. واه كاين 30000 كاين كلها. بالنسبه لهذو ديال الدراري الصغار هادو 6000 7000 كاين فيهم الكبار الصغار. الكبار شويه كيديروا 12000. هذه جبادور. هذه جبادور 20000. شي حاجه مزيانه مخيطه باليد. تبارك الله. كذلك هذا الحمراء هذه هذا بوحدو اللي هنايا على برا جلابه ب 30000 ذهب تحتيه 40000 يعني بهب تحتيه 40000 شي حاجه مزيان بلا ما نساو بلغات. هو بلغات شحال ترى في الاثمنه ديالهم؟ ترى الاثمنه ديالهم ما بين 12 كاين 13 على حساب 12 13. هادو الخفاف هادو 15 12 13 على حساب. هذه ديالك هذيك حتى هي 20000. 20000 هو ديال الدراري الصغار. ديال الدراري الصغار. انا واخا بحال هادو على حساب 50000 على حساب 45 كاين حتى 60. هاد الطرابش هادو الطرابش هادو 15000 كاين حتى 12. هادو طراوح الاثمنه ديالهم من 50 كاين هاد الجلابات ديال 30 الى 40 كاين على حساب. هادو 35 40 تبارك الله. كذلك نفس الاثمن. الجوده مزيانه. الجوده مزيانه خياطه باليد. هاد الجبادورات هادو 70 60. هذه 50 45 كذلك نفس الاثمن. الله يحفظك. شكرا. Let's go!